بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هكلم حضراتكم عن عدم انتظام ضربات القلب، وهدي فكرة عامة مقدمة عن عدم انتظام ضربات القلب وأنواعها، وبالتالي هيبقى في فرصة لباقي الزملاء ان كل واحد يتكلم عن الموضوع بعينه. عدم انتظام ضربات القلب بيبدأ من اول ما الانسان يبدأ يحس ان ضرباته حاسس بيها. في العادي احنا مش حاسين بضربات القلب، القلب شغال طبيعي والنفس شغال طبيعي، واحنا لا نلاحظ ان احنا بنتنفس ولا نلاحظ ان قلبنا بيدق. وانس ان انا بدات احس بقلبي يبقى في عدم انتظام ضربات القلب. عدم انتظام ضربات القلب يبقى ينقسم شقين: بطء في ضربات القلب وسرعه في ضربات القلب. بطء ضربات القلب بنسميه اما بطء فيسيولوجي، وده الطبيعي في بعض الأدوية تلاقي النبض ينزل 50-55، وده بيبقى في الغالب نتيجة أدوية بتتعاطى، أو بطء مرضي اللي بنسميه السدة القلبية الكاملة. السدة القلبية دي ثلاث درجات: في سدة من الدرجة الأولى، سدة من الدرجة الثانية، أو سدة من الدرجة الثالثة. السدة القلبية دي بتؤدي إن ضربات القلب بتبقى بطيئة، وبالتالي كمية الدم اللي بتروح للمخ ما هياش كافية، والشخص يبدأ يحس دوار على دوخة، مش قادر يعمل يبذل جهد كافي. ساعات بعض المرضى بيفقدوا الوعي، بيروحوا في غيبوبة، بيبقى شبيهة بنوبات الصرع. بطء ضربات القلب ده ممكن ينتج من مرض في الضفيرة الموصلة لضربات القلب، وممكن ينتج من أمراض خارج القلب. لما بتبقى المرض في الضفيرة الموصلة لضربات القلب بنحتاج ان احنا نركب منظم لضربات القلب. منظم ضربات القلب ده بيتزرع في الجسم والمريض بيعيش بيه، البطارية بتقعد حوالي 10 سنين، وفي هذه الحالة المريض يقدر يتابع كل 6 شهور بيتقاس الجهاز منظم ضربات القلب. كمان لو هو بقى ناتج من مرض خارج القلب، زي مثلا الناس بتوع كسل الغدة الدرقية، تلاقي كتير منهم عندهم الدقات بطيئة أو فيها سدة، لما بنعالج الغدة الدنيا بترجع مظبوطة. كمان اختلال تركيز الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، ده كمان ممكن يؤدي لعدم انتظام ضربات القلب وبطء في الضربات. ده بالنسبة للجزء بتاع بطء ضربات القلب. السرعة بقى ضربات القلب بتنقسم: يا إما السرعة دي منتظمة ولا غير منتظم. لو سرعة منتظمة قد تكون من الأذين وقد تكون من البطين. التسارع البطيني خطير وقد يؤدي لوفاة بعد الشر، فالتسارع الأذيني أقل خطورة، ولكن المريض بيبقى يعني منهك القوة ومرتبك، وممكن في بعض الحالات بتؤدي لفقدان وعي. التسارع الأذيني حاليا ملوش علاج غير ان احنا نعمل له كي. العلاج الدوائي المريض هيفضل عليه طول عمره ويعرضه لأي مضاعفات ناتجة من الأدوية اللي هيستعملها على فترات طويلة من العمر. التسارع البطيني يا إما بنعمل كي، يا إما بنعمل له جهاز صدمات داخلي، وزرع جهاز الصدمات الداخلي ده بيدي الشوك عشان يمنع الوفاة المفاجئة في الناس اللي عندهم التسارع البطيني. التسارع الأذيني ثلاث أنواع بتعتمد على المكان اللي بادئ منه التسارع الأذيني. الكي نسبة نجاحه في التسارع الأذيني ده تفوق 95%، والمريض بيعملها مرة واحدة في حياته وبتنتهي القصة، وبيتعمل تحت مخدر موضعي، ونسبة النجاح زي ما قلنا عالية قوي، ونسبة الارتجاع للريكارنس ريت قليل قوي. كل مريض عنده تسارع أذيني في أي فترة من فترات حياته لازم يعمل كي وتنتهي القصة، لأن لا تمثل أي خطورة بالنسبة له. خصوصا بقى التسارع الأذيني ده للإناث في سن فترة الإنجاب، لأن دول لو جالهم تسارع الأذيني ده أثناء فترة الحمل بيمثل خطورة، فدي عادة بتبدأ في أوائل العمر، فدول لازم اللي بيجي له تسارع أذيني من الإناث في فترة الإنجاب لازم يعملوا الكي قبل ما يتزوجوا وقبل ما يفكروا في الإنجاب. النوع الثاني بقى من التسارع ضربات القلب الغير منتظمة اللي هي الذبذبة الأذينية. والذبذبة الأذينية الحقيقة
في الناس حوالي 10% من الناس فوق 70 سنة عندهم ذبذبة أذينية بدون أي سبب، هي المرض الرئيسي بتاعه. فالذبذبة الأذينية بتحمل خطورة وجود جلطة في الأذين تؤدي لانتقالها لأي جزء من أجزاء الجسم، سواء المخ أو الأطراف أو العين أو كده. فالذبذبة الأذينية لما تيجي مع مرض من أمراض الصمامات القلب لازم تتعالج بمضادات للتجلط، بينما لو جت من غير مرض الصمامات يستحسن انها تتعمل لها كي، وبرضو على حسب معدل الخطورة بتاع الناس اللي عندهم الذبذبة الأذينية دول يتحسب لهم الريسك بتاع ان هم ياخدوا مسيلات الدم او ما ياخدوش مسيلات الدم. انما في العموم الذبذبة الأذينية علاجها ممكن ومتيسر، والوقاية من حدوث جلطات سواء في المخ أو في الأطراف واردة، ولكن لازم يبقى الطبيب هو اللي مشرف على علاج هذا النوع من عدم انتظام ضربات القلب. وبشكركم.